بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حنان مصطفى، موشن جرافيك ديزاينر. إن شاء الله بمشيئة الله تعالى هنشوف النهاردة المشهد رقم 4. المشهد رقم 4 هو مجرد تكرار للمشهد رقم 2 بالشكل ده، بس هو فيه هنا نقطة بسيطة عايزين نركز، أو نقطتين مهمين عايزين بس نركز فيهم ونعرف اتعملت ازاي أو اتعملوا ازاي. هنشوف كده المشهد الرابع ده، هو المشهد التاني هناخده كوبي ونحطه في المشهد الرابع. هنا بقى فيه هنا، بصوا فيه هنا، شايفين الحركة بتاعت التكست دي؟ ده ماسك. الماسك ده يا إما يكون معمول على التكست كلها أو على السطر كله، تمام، في لاير واحدة، يعني كلمة من غشنا فليس منا دي ممكن تكون مكتوبة في لاير واحدة، تمام، أو ممكن تكون مكتوبة في كل كلمة من دول في لير. عايزين تعملوها كل كلمة في لير وتعملوا على كل كلمة ماسك، انتوا حرين. عايزين تعملوها كل الكلمة في لير واحدة زي ما احنا هنعملها، مفيش مشكلة، خلاص. طيب، وفي بقى الجزء التاني المهم عندي برضو، اللي هو الجزء ده ازاي اخلي التكست ينزل من فوق لتحت بالشكل ده كده ويعمل الديلي ده او بيعمل الهزة دي. دي هنعرفها، ان دول نقطتين مهمين جدا جدا جدا. المحاضرة دي محاضرة مهمة، يعني مهمة بشكل كبير، نركز فيهم بقى لو سمحتوا مع بعض كده. هنا اللايرز دي اللي هي بتاعة العربية انا مش عايزاها، فبالتالي هدلتها. طيب دلوقتي انا عايزة اصغر المشهد ده. لو انا عملت كنترول A كده كله وقلت اس سكيل وحبيت ان انا اصغر المشهد، بصوا هتلاقوا كل واحد لوحده في ناحية كده، المشهد بتاعي باظ. لا، فاقول له بقى كنترول زد، معلش ارجع تاني كده، تمام، كنترول A ونقفل كل ده. اجي هنا اي حته فاضيه اعمل كنترول كليك يمين، او اجي هنا من اللاير واقول له نيو واقول له اعمل لي نال اوبجكت. نال اوبجكت هتنزل في نص الكومبوزيشن بالشكل ده، فهقول كنترول A لكل اللايرز اللي عندي دي وكنترول تاني عشان الغي تحديد من على النال اوبجكت، خلاص. طب وبعدين اخلي كل اللايرز دي تكون مرتبطه بالنال اوبجكت، لان دي هي اللي انا عامل لها سكيل. تاني اعمل لها سكيل وابدا اصغر كده، هلاقيه محافظ على الشكل بتاعي وما ايه وما لخبطوش زي ما احنا شفناه من شويه كده، تمام. واجي اجيبه الناحيه دي واقول له معلش تعالى الناحيه دي كده، خلاص انا كده صغرت المشهد بتاعي زي ما انتم شايفين. طب حلو، هنيجي بقى نشوف اللي احنا قلناه دلوقتي او اللي احنا بنقول عليه اللي هو التكست من غشنا فليس مني. تعالوا نكتب التكست ده كده هنا، نيجي بقى كده نكتب تكست ونقول له من طبعا عشان ابيض فاحنا مش شايفين حاجة، خليه كده ماشي. ادي التكست اهو، عايز يكبر بس سنة شوية فنكبره من هنا من قائمة الكاركتر، خلاص بالشكل ده كده. طب حلو، اولا هنا هو كان لين لونين، لون اللي هو البرتقاني ده واللون الغامق ده شوية. طيب اولا هنا بقى ده هنخلي دي تبقى اللون درجة لون كده غامقة، هنخلي ناخد مثلا درجة لون من هنا وليكن اللون ده كده ماشي. دي هنخليها رقم 2 او اللير اللي تحت، عامل من دي كنترول دي، خلاص بقى في 2 لير من دي، تمام. طيب اللي فوق دي هي اللي هتاخد اللون الدرجة الفاتحة، بقى كده في عندي درجة فاتحة او في عندي تكست زي ما انتم شايفين كده درجة فاتحة، وفي عندي الدرجة الغامقة تحتيه، خلاص. الدرجة الفاتحة دي هي دي اللي انا هعمل عليها الماسك، فبالتالي وانا واقفة عليها كده اجي هنا اجيب الريكتانجل هيرسم لي ماسك على التكست، خلاص. واجي افتح الماسك ده واقول له سجل لي الماسك باث لحد لما نوصل لحد مثلا 2 ثانية هنا بالشكل ده، واجيب السلكشن تول واضغط دبل كليك على الماسك عشان يعمل لي ترانسفورم، خلاص. واجي اسحب ده كده مع الشيفت عشان يخليه في خط مستقيم بالشكل ده، تمام، هلاقيه بيبقى بالمنظر ده كده، حلو جميل. بس هنا هو هنا عامله يعني هنا في المشروع الاصلي معمول حد مش سموز، يعني ايه بقى؟ هنا بيقول لي فيه فيزر، الفيزر دي لو انا شلت اللينك ده
لو انا عملت في الاكس كده هبصوا هتلاقوا فيه هنا ايه، في نعومة كده شوية في الجزء ده، لو زودت كمان الفيزر بالشكل ده تمام. لكن هو هنا في المشروع الاصلي مش معمول الكلام ده، في المشروع الاصلي مش معمول الفيزر، فبالتالي احنا انا مش هعمله برضو عشان خاطر برضو ايه نكون ماشيين بنفس الايه بنفس الشكل. كنت اللي انا بقول لكم عليه بقى كانت كلمة من دي تبقى لوحدها فلير، وغشنا لوحدها فلير، فليس فلير منا فلير، وكل واحدة من دول عليها ماسك هيتعمل بنفس الطريقة. بس طبعا انا عشان توفيرا للوقت فانا عملتها على لير واحدة بالشكل ده كده، هي هتمشي الاتنين يعني هتنفع الاتنين سواء على لير واحدة كلها او على كل واحدة على لير. خلاص دي كده بالنسبة لدي الحمد لله خلصناه. اللي جاي بقى، اللي جاي بقى هو المهم. دي انا هقول لكم ليها طريقتين. خلاص الطريقه الاولى ان انا هكتب الكلمه دي كلها على لير واحده ماشي، الطريقه التانية هنفصل كل كلمه من دول على لير. خلاص هنعرف في دي معلومه مهمه وهنعرف في دي برضو معلومه مهمه. تعالوا بقى نشوف الكلام اللي احنا بنقول عليه ده عشان مش عايزين نتكلم نظري كتير، خلينا نتكلم عملي. اولا انا عايزه اخد من دي من الكومبوزيشن دي، عايز اخد من فوق هنا من ويندو البروجكت عشان خاطر ما تعمليش لو انا عملت اي تعديل هنا ما يسمعش في اللي انا اخد منها كوبي يعني او في النسخة التانية. فبالتالي اخد من دي كنترول دي كده تمام، واقول له افتح لي دي لو سمحت. يبقى انا كده عندي 2 كومبوزيشن خلاص، دي ودي. طيب تعالوا نفتح رقم 2 دي عشان نعمل حاجة هنا. اجي اكتب التكست، هو كان مكتوب ايه؟ مكتوب ان يبين عيوب السلعة ان وجدت. طيب نكتب بقى الكلمة دي، ان يبين عيوب السلعة ان وجدت. خلاص ادي كلمة اهي بالشكل ده. خلاص نقف كده عليها، صغرها بس شوية واجيبها كده بالكنترول. طالما انا على اداة التايب بالكنترول اقدر احرك اللير وانا على اداة الطيب. خلاص بعد كده نخلي دي بلون نخليها بلون ابيض ماشي. هعمل بس وراها شيب كده عشان بس ايه ما تبقاش يعني كده، مثلا نخليه الشيب نخليه بدرجة اللون دي كده تمام. هيبقى هو تحت التكست خلاص بالشكل ده. طبعا الشيب المرسوم تحته، الشيب المرسوم تحته يا شباب هو مش محتاج شرح يعني، هو بسيط. اولا هو راوند ريكتانجل خلاص، ومعمول له راوند ريكتانجل تاني من تحت او ريكتانجل، بس الجزء ده معمول سموث خلاص، ومعمول الاتنين التو شيب دول معمولين اد في الالستريتور خلاص. ودوت هيبقى راوند ريكتانجل برضو بس معمول له يعني مقصوص الجزء ده، او معمول له مقصوص منه جزء يعني يعتبر نص ريكتانجل خلاص. بس هي ما فيهاش حاجة يعني زي ما احنا اتعلمنا وخدنا وعرفنا الموضوع ده. طيب دلوقتي انا قلت ان احنا هنرسم او هنكتب التكست ده على لير في مرة وعلى كل واحدة في لير في مرة. طيب انا لو جيت على التانية هنا رقم 3 دي رقم 3 اللي احنا عملناها بالشكل ده. طب تمام ديت هنعمل فيها ايه بقى؟ اقف بس كده على التكست. في هنا حاجة في البانلز اللي على اليمين دي، في هنا حاجة اسمها effect and preset. الافكت اند بريسيت دي فيها حاجة اسمها animation preset. الانيميشن بريسيت دي فيها البريسيتس جواها، في البريسيتس في بقى حاجات للباك جراوند، في حاجات للشيب، وفي حاجات للتكست، وفي حاجات للساوند افكت، في حاجات كتير قوي. لو دخلت على التكست دخلت على الانيميت ان، الانيميت ان في هنا حاجة احنا يعني هنستخدمها في المحاضرة دي اللي هو دروب ان باي كاركتر. دروب ان باي كاركتر دي انا عشان اطبق الافكت البريسيت دي لازم اكون واقفة على الايه على اللير، وانا واقفة على اللير كده اروح عامله دبل كليك عليها. طب هو دلوقتي عمل ايه؟ نيجي نشوف هو عمل ايه. نفتح كده اليو، سجل ستارت من 0 لحد 100، شوف كده هو عمل ايه. ده الانيميشن اللي هو عامله ماشي،
نشيل بس اللي هو دول دلوقتي عشان ما نتلخبطش. ده الانيميشن اللي هو عامله، هو شغال كاركتر كاركتر يعني، شغال حرف حرف. تمام. طيب بس انا دلوقتي مش عايزة، هي قريبة من الحركة اللي احنا عايزينها بس مش هي. طب ينفع اعدل؟ طبعا ينفع اعدل. انا بختار ليه من البريسيت عشان اقول لكم ازاي نقدر نعدل على البريسيت الجاهزة الموجودة عندنا في البرنامج. طبعا هو عمل من ستارت صفر ل 100. ليه؟ عشان هو طبعا الافتر افكت متبرمج ان هو يشتغل على الانجليزي اكتر من العربي. طبعا هما ما يعترفوش بالعرب دول خالص. فبالتالي لو انا جيت ما قلت له معلش انا مش عايزه الستارت دي، وعايزاك بقى ايه تفتح لي بقى رينج سيلكتور اللي انت عملته ده، وعايزاك تسجل لي الاند من اول 100. انا مش هغير في القيم، انا هسجل بس الاند دلوقتي وهي 100. ليه؟ عشان عايزه الحركه تيجي من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين. يعني لو رجعت كنترول زد دلوقتي الحركة جاية منين؟ من الشمال اهي لليمين. تمام. لا انا بقى مش عايزة الشمال دي، ربنا ما يجعلناش من اهل الشمال، خلينا ايه في اليمين، ربنا يجعلنا دايما من اهل اليمين. نيجي بقى ندوس او نخت... او نعمل او نعمل نسجل كي فريم من اند لحد هنا 2 ثانية مثلا كده، واخليها تبقى 0. نشوف كده الحركة بدأت منين. تمام كده بدأت من اليمين عشان العربي. ماشي. طب حلو. بس برضو هو عامل لي يعني عمال برضو ينزل حرف حرف. لا انا مش عايزة كده. اخش بقى على الادفانسد هنا. الادفانسد هنا بيقول لي البيز اون، انت مختار الكاركتر، لو مختار ان هي تبقى حرف حرف، لا انا عايزاها وورد يعني تختارها تعملها لي بالكلمة، يعني تنزل كلمة ورا التانية ورا التالتة وهكذا تبقى بالشكل ده. ماشي. دي اول حاجة. تمام. طيب بس هنا في نقطة، ايه هي؟ لو انا جيت هنا شفت هلاقي في هزة كده بتحصل، دي حاجة اسمها الديلي. ديلي يعني عاملة زي السوستة كده. تعالوا بقى ايه يعني الحركة طالعة نازلة. تعالوا بقى نعمل الكلام ده في السين التانية. نخش بقى على السين دي رقم 2 دي، وايه ونكتب الكلام بقى اللي احنا قلنا عليه. طبعا نقفل دول. تانيين بقى هنكتب بقى ايه واحدة واحدة، يعني هنكتب كل واحدة من دول في layer in، بعد كده هعمل منها control D وأقف عليها كده يبين. تمام. واجي اعمل من دي control D برضو، وبعد كده ان يبين عيوب عيوب خلاص. واجي اعمل من دي كنترول دي تاني عيوب السلعة، مش كده؟ اه ان وجدت عيوب السلعة. كنترول دي ان كنترول دي وجدت. تمام. اصبح كده كل واحدة من دول في لير لوحدها. تمام. نيجي بقى نجيب بقى الحاجات دي كده كلها كده. طبعا انا بس بوسع بوسع. دي الاولانية كنترول زد. اجي بقى احدد دول كلهم كده مع الشيفت خلاص، واخش هنا على الالاين واقوله لو سمحت خليهم لي يبقوا الاين فيرتيكال كده، والديستريبيوت خليهم لي كده يبقوا قريبين من بعض بالشكل ده بس. تمام. ادي الايه التكست بالشكل ده كده. طيب دلوقتي انا عايز اعمل له الايه، عايز اعمل له بي بوزيشن. خلاص. نيجي بس نرفع كده دول شوية. اجي هنا لحد 1 و10 فريم مثلا خلاص، واجي اسجل البوزيشن في وضعهم الحالي ده، واجي في الاول كده واخليهم يطلعوا هما كلهم لفوق، اخليهم حتى بره الكومبوزيشن خالص مفيش مشكلة. تمام. هينزلوا كلهم في وقت واحد بالشكل ده.
تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ عايزه اخلي دول كلهم كده يبقوا كنترول كليك يمين، واخليهم ايزي ايز، وادخل عليهم كده واخلي الجزء ده اقول له بس تعالى قدام شويه. ليه؟ عشان تبقى الحركه سريعه في الاول وبطيئه في الاخر. تمام. طب وبعدين هينزلوا كلهم برضو مع بعض بالشكل ده، بس بقت الحركه بقت انعم واحسن. طيب دلوقتي احنا عندنا السكريبت بتاع الشيفت لير، خلاص انا دلوقتي عامله سيلكت منين او التحديد منين؟ من تحت لحد فوق، خلاص. طيب انا مش عايزاه اخليه استجر، تمام، واخليه 5 فريم واقول له ابلاي عشان اخليه يبقى بالشكل ده كده، تمام، حلو قوي. بس كده ناقصه الديلي او ناقص الهزه اللي احنا بنقول عليها دي. طيب اولا انا هاجي بس هاخد اخر كي فريم ده اخليه يبقى لينير، كليك كنترول قصدي وكليك، يبقى كده رجع لينير بالشكل ده. لو دخلت على الجراف هلاقيه بقى بالمنظر ده، تمام. طيب دلوقتي هيبقى بالشكل ده كده، بس تحس انه بينزل ايه، خبط كده، بيخبط مراحل، تمام. طيب انا عايز اعمل بقى الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هي في هنا، تحس انه فيه هزة كده كأن الكلمة بعد ما بتنزل بتطلع وتنزل تاني. بصوا دي بقى انا عايزة اعملها. طب ودي بقى اللي خلتنا ان احنا نفصل كل كلمة من دول على اللير، خلاص، مش زي التانية. التانية دي لا، التانية ما ينفعش. ليه؟ لان هو كلهم على اللير واحدة، فانا عايزة دي تبقى بالشكل ده كده. طيب اعمل ايه بقى؟ دلوقتي انا هقف عليهم كلهم دول كده او على البوزيشن نفسه، خلاص، شفت كده، احدد البوزيشن كله، تمام. وبعد كده اخش على السكريبت الجميل اللي احنا قلنا عنه المرة اللي فاتت اللي هو الدوك باسل. دوك باسل ده مش مقتصر بس على تحريك الكاركتر يعني والشخصيات والحاجات دي، لا، ده هو انت لو دخلت على الانيميشن هنا هتلاقي فيه بعض الافكتس. ايه هي؟ في السبرينج وفي الويجل وفي السوينج وفي حاجات كتيرة يعني ممكن الواحد يعملها برضه. هنختار من هنا واحنا واقفين على البارامتر او واقفين على البوزيشن، ماشي، محددين البوزيشن لكل الايه، الكي فريمات اللي احنا واقفين عليها، تمام، او كل اللايرز اللي احنا عايزين نعمل لها سبرينج. سبرينج ده اللي هو الايه، الديلي، كأن سوسته كده عماله تطلع وتنزل، تمام. لو انا واقفه كده على البوزيشن وقلت له سبرينج، تعالوا بقى نتفرج هو عمل ايه. نقفل بقى ده ونقول له خلاص شكرا، ونيجي ننزل بقى كده نشوف عمل سبرينج صح. طب هل انا ممكن اكتفي على كده ولا ممكن اغير؟ ممكن اغير بقى في القيم دي زي ما انت عايز، ممكن تقف بقى هنا وتغير، مثلا تخلي دي تقللها شوية، تزودها براحتك يعني. هسيب لكم انتوا بقى اللعب ده براحتكم، تعملوا فيه اللي انتوا عايزين. انا هرجع كنترول زد، تمام، وهو ده اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليه. كنترول ايه بقى كده كله، ونقفل ده، تمام، ونشوف الفرق بقى. الفرق هنا في الاولانيه دي كانت كله كان على لير واحده وكله بينزل مره واحده بالشكل ده، خلاص، وعرفنا ازاي بنعدل على البريست الجاهزه، وعرفنا ازاي نخلي التكست العربي يبدا الانيميشن من اليمين بدل ما يبدا من الشمال، تمام. هنا عرفنا ازاي نعمل نفس كل كلمه من دول في لير لوحدها ونعمل لها الهزه اللي احنا شفناها دي عن طريق السكريبت بتاع الدوج، تمام. هو ده المهم في السين رقم 4، ويا رب ان شاء الله يكون درس بسيط وسهل بالنسبه لكم، وتكون فعلا معلومه مفيده بالنسبه لكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت شير وسبسكرايب للقناه عشان نقدر نكمل، واشوفكم على خير في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم.